دي لقطات طبعا على الهواء مباشره من تمرينه النادي الاهلي النهارده الاخيره استعدادا لمواجهه بكره. وخلينا انا حابب الحقيقه اتكلم شويه عن الجمهور. الجمهور على فكره اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره عنده ترمومتر كده بيحس، عنده سنسور بيقيس بيه مستوى الاداء والحاله والروح. والناس كلها حاسه ان رجاله مصر امبارح في البطوله، مش امبارح بس، في البطوله كلها عملوا اللي عليهم وزياده حتتين ثلاثه. يعني كل واحد عنده 100% طلع في البطوله دي 110%. وانتم امبارح بتعيطوا في الملعب بعد الماتش ما خلص، دموعكم بجد كانت غاليه علينا جدا، وكان في 100 مليون بيطبطبوا عليكم بس انتم ما كنتوش حاسين بيهم. وعايزين الحقيقه نستغل ده في اللي جاي. ونفس الكلام بقوله لرجاله الاهلي، الجمهور ما بيزعلش ابدا من الخساره لما بيحس انه لاعيبته عملوا اللي عليهم. وما كناش هنزعل من الخساره من مونتري لو كنا حسينا انكم عملتوا برضو اللي عليكم. فرحتونا وعملتوا اللي عليكم برضو وزياده وكسبتوا مباراه قال عنها الجميع بما فيهم حتى الناس اللي بتحبكم وتشجعكم انها صعبه وتكاد تكون مستحيله. وجمهور الاهلي كتير منه امبارح ما كانش مستني الفوز قد ما كان مستني بس انه يبقى عرض يليق باسم النادي الاهلي وكنتم عندها. ورغم ان الظروف الصعبه مستمره لكن كمان مستنيين منكم بكره احسن واحسن واحسن، وان شاء الله حلمنا كبير جدا في الوصول للمباراه النهائيه. وبعد كده نبقى نتكلم بقى ولكل مقام مقال زي ما بيقولوا. خلينا ناخد راي كابتن احمد عادل نجمنا النهارده في سادسه في المنتخب اللي قدم بطوله اكتر من رائعه، يعني الحقيقه كما لو كنا توجنا بيها بالظبط. ونتكلم معاه كمان على مواجهه بكره ان شاء الله مع بالميراس. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور استاذ احمد، انا سعيد ان انا موجود معاك دايما. شرفنا دايما. هقول لك مبروك الحقيقه. صحيح خسرنا البطوله لكن كسبنا حاجات كتيره جدا لا تقل اهميه عن اللقب الثامن في تاريخ مصر في بطولات امم افريقيا. منتخب عادت ليه الروح، عادت ليه الشخصيه، شفنا رجاله في الملعب رغم ان هم الحقيقه واجهوا ظروف في منتهى القسوه من قبل البطوله لغايه اخر لحظه فيها، لكن قدروا ان هم يتغلبوا عليها ويوصلوا للمباراه النهائيه ويقدموا عرض الحقيقه ويستحقوا عليه احترام الجميع. اكيد لازم لما نتكلم عن المنتخب وعلى لعيبه المنتخب والجهاز الفني للمنتخب اكيد كانت مهمه صعبه. وصول لمرحله كانت غير متوقعه، يعني وصول لمرحله النهائيه غير متوقعه من الشعب المصري كله، لكن مباراه لمباراه اللعيبه دي اثبتت ان هي رجاله. وحط تحت كلمه رجاله دي مليون خط وقد المسؤوليه، ولازم كل لعيب في المنتخب يرفع راسه لفوق. شرفتوا بلدكم وشرفتوا مصر، بذلتوا مجهود يمكن زي ما حضرتك قلت فوق 100%. وكل انا بطمن كل اللعيبه اللي في منتخب مصر، كل الشعب المصري فخور بيكم، فخور بادائكم، فخور ان وحاسس بيكم جدا. ان انت لما بتلعب اربع مباريات 120 دقيقه بنفس الروح وبنفس الاداء وبنفس الرجوله والجدعنه والاصرار، وقد ايه اللعيبه دي اللي احنا كنا مستنيين بقالنا كتير ان احنا نشوف شخصية منتخب مصر، شخصية منتخب مصر، انتوا رجعتوا شخصية منتخب مصر تاني أمام فرق كبيرة زي كوت ديفوار. أنا بشوف إن المنتخب لعب أربع نهائيات. أنا وأنا بتفرج على البطولة دي كنت بفتكر بطولة 2017 اللي وصلنا فيها النهائي قدام الكاميرا. طبعًا. وصلنا برضو المباراة النهائية بس ما كانش نفس الإحساس. ما كانش نفس المنتخب، ما كانش نفس الروح، يعني في فرق بينك انت توصل مباراه نهائيه وتخرج والناس تبقى مش راضيه عن المنتخب وبتهاجم الجهاز الفني وبتهاجم اللعيبه، وفي فرق بينك انت بتوصل مباراه نهائيه والناس فرحانه بيك كما لو كنت حققت اللقب. بص خلينا واقعيين يا استاذ احمد، لما هتيجي تتكلم هتلاقي كل الكلام مش رايح لفنيات، مش رايح لطرق لعب، رايح لرجوله ورايح لاصرار ورايح لعزيمه. لان اللعيبه دي زي ما بقول لحضرتك ان انت بتلعب اربع نهائيات، لما بتلعب 120 دقيقه ده يديك مؤشر ان دي مباراه فاينل مع فرق كبيره فنيا كانت اعلى منك، لكن الرجوله والعزيمه والاصرار بتثبت ان لا، اللعيبه دي في منتخب مصر لعيبه على قد المسؤوليه
وخصوصا زي ما اتكلمنا قبل كده تتكلم في نص اللعيبه اول مره تلعب كاس امم افريقيا، وده بيبان في كلام الناس الكبيره اللي داخل المنتخب، بيبان في كلام محمد صلاح، بيبان في كلام الشناوي، بيتكلم في كلام ابو جبل، بكلام السوليه، لعيبه اول مره تروح كاس امم، عبد المنعم اول مره يلعب منتخب، عمر كمال اول مره يلعب منتخب، لعيبه صغيره لكن كانت رجاله. اوضه اللبس ده اللي انا عايز اكد عليه، والمسؤولين في مصر حافظوا على المنتخب ده. فريق السنغال كان بيجهز المنتخب ده من 2015، المنتخب اللي لعب قصادنا ده بقاله حوالي 7 سنين بيلعب مع بعض، 7 سنين هو ده القوام الاساسي، ده اللي احنا لازم نشتغل عليه، لازم نحافظ على المنتخب ده. اللي انا سعدت بحديثه جدا دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، لما كان مهم جدا ان هو يبقى موجود معاهم في اوضه اللبس، واللي انا بتمناه حافظوا على قوام المنتخب ده، حافظوا على المنتخب ده، لان المنتخب ده عنده شخصيه لعيبه منتخب مصر، عنده شخصيه اللعيب المصري. لكن اتمنى ان احنا نبني على ده، يعني المباراه الاخيره ضد السنغال ده لازم نبني عليها، لازم نبني عليها. عشان كده في اول الحلقه قلت لحضرتك لازم اللعيبه دي كلها ترفع راسها، شرفتوا مصر، وده اللي نبني عليه بعد كده. هناخد بطارنا ان شاء الله في تصفيات كاس العالم ان شاء الله، ونام نفس المنافس، وان شاء الله هنوصل على حسابهم كاس عالم باذن الله ان شاء الله.